سيدة وحنا نفافهم كم حندونا الباب ذا سي عدة كجليسة جندا ما حيث هذا بدو عدا الباب ذا جندا لوفرة سيدا حقيقة طهي كلابر مجاية الباب ذا جندا وحال وشيء أو أيليه النص صريحة يا حديث رسول كنا سبحان صلى الله عليه وسلم بركة كلنا علماء ذا يا اجتهاد قسم يسوي أو دراسة قصص أرتي وأنا سيدا قصص عطا الباب ذا جندا إيه أنكو إيجدونه برنامج كنا قبناها طبعاً تيفيجا. كو الباب كصلاة أيا كمدة الباب ذا جندا. صلاة واتير كدين ت. عدة صلاة وقتا وقت كذا. إيه بديا نوافشة يسونها رسولك صلى الله وسلم عليه. وح أي جندا كجليان الباب كان أو خاص أوه بإذن الله. والباب كلي راهدو الباب كصلاة أما باب الصلاة. لبا الباب كجهاد ك. أيا إسنا كمدة الباب ذا جندا. قفك أودن تدفاع الدين تإسلامك يكون رياليستا كلمة الله يدو أو آني خيو كاهين أما رياع كاهين إيو استسلمو الله وحاو وهنيي إن الباب كاسي أي كغلان جندا داد كاسي جهادك أودن تي مقع إلهي إيو مقع إسلامك أودن مانيا أي كرون تطحي يعني كاهين رياع صدح الباب كصدقة الباب كصدقة أي إسنا كمد كذي مدى لغقلو جندا داد كصدقة بحية إيو أهل سكد ee bixiye maalkooda si ay Allah ugu dhawaadaan wuxuu Allah ku karaameeyay in ay jannada ka galaan albaabka ama kadinka sadaqada iyaga oo raali laga yahay iyaguna raali ah afar albaabka rayaan wuxuu yiri rasuulku sallallahu wasallamu alayhi inna fil jannati bab yuqalu lahu rayaan yadkhulu minhu saaimun yawm alqiyama la yadkhulu ghayrahum fahani'an lisaaimin دليلك الباب ذن أفرطه إيه عن صوش يغني وحا او دليلا وحا اي كوريين بخاري إيه مسلم با رسول كيني صوبنا وحا اي كوريين بخاري إيه مسلم با أبا هريرة إن رسول كيني صوبنا صلوات الله وسلامه عليه ويري من أنفغ زوجين في سبيل الله نودي من أي أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل صلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل جهاد دعي من باب جهاد ومن كان من أهل صيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل صدقة دعي من باب صدقة شن الباب كمدكتا أما باب الأيمن أما باب المتوكلين الباب كان وحاكا قال جندا كو أن لحساب أو أن لعذاب حسابته وعذابه وحانا للهي كبرينا إن كواسي أن كم نقولنو أبا هريرة وحالا قوري رضي الله عنه إلهي أكرر لها هذه حديث كي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري وحا لأوران كجلي جندا ومدادا كوا آن لحساب البابك مذكتا أما باب الأيمن فعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك كمن لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواد لك من أبواب لح البابك طوبضا أما باب محمد صلى الله عليه وسلم أيا إسنا كمذا الباب ذا جنة لك قلو جنة وحيلات سيديد الباب تضبع يا حيران هل البابنا وفرن يهي وحان أفرن يهي طوبضة تاسي وحا أي كسو أرورتي نبي كان يسوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الباب كاس وين لمحرو إلى مركي الله أبوري إيو إلى أي قرحضو كسو بحيسو قلبيت وحان الله حيريا مالنت قيامها وحويري الله سبحانه وتعالى وزارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ودقدق دنبي دافك حق ربيين كايمالايا هي جنة بلر كيدو اي سمدا هي دولكا او ليسو داريتاهي او لو دياريي متقينتا قدر كتو دوباد الباب كالدكريكا ايا كاميدا الباب بدا جنة اما وحب الله الى باب لا حول ولا قوة اما الباب كا كوة لغرا لنقضي باب الراضيين الباب كان والباب كا اي كالجليان جنة دادك دكريكا بدن اي اني افكو ذا كاهب سامن كلمدها دكريكا اي الهي لغو حسيو حديثي قيس سعد بن عبادة ايو كشيغي ان ابيه ويري وحاي صومري رسول كيني سوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وانتو كذي وحانو يقولي رسولك صلوات الله وسلامه عليه مكو عدية الباب كمدة الباب ذا جندا هو ان كويري بلا ها وحويري لا حول ولا قوة إلا بالله وي سيديد والبابك بر الوالدين البابك أما كذنكا وحايسك له إدي أسمى فشا لبدا والد فعن أبي درداء
أبي درداء واحد لجوري إنه يجري سمعت رسول الله وحن كم قال رسول صلوات الله وسلامه عليه يقول أوله الوالد أوصد أبواب الجنة فإن شئت دعت تلك الباب أو احفظ إدوه الرئيس الباب كجنة فريسة وحبيبك إن محمد صلى الله عليه وسلم سيد لجوري أنس بن مالك إنه يجري وحوله رسول صلوات الله وسلامه عليه وحن من الباب كجنة وحن دوني إن أنفرو مالنت قيامها وحلا يورن oo khaasinkii uu oran doonaa kuma tahay waxaan oran doonaa maxamed ayaan ahay waxaan oran doonaa adaal la amray in aad furto cid ka horeysay oo furtayna ma jirto ana anas bin malik qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ati babul janna yawm al qiyamah saftaftahu ويقول الخازن من أنت وأقول محمد sallallahu alayhi wa sallam فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك وحا استغونا جرا وآفرها لغوغة جندا أما لغوفر البابك جندا أيا وحا ويحي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل